السلام عليكم، كيف الحال؟ معكم دحماس. اليوم عندنا حرب السيارات حلقة ثانية. مشاركات حلوة لين دحين، فالسلسلة هذه بتكون تغيير جو على الرايق كل أسبوعين تقريبا. بدون انتظار خلونا نخش على أول مشاركة من عز من فلسطين. وهذه السيارة هوندا سيفيك موديل 93، اللون أحمر زي ما انتم شايفين، فاقع ما شاء الله جميل. التعديلات اللي على السيارة بس الماكينة معدلها كبسات مذرعة وعليها تيربو جي تي إكس 30.76. ترى جي تي إكس ما هو كرت، من جدة التيربو اسمه جي تي اكس، حتى لو بحثت عنه بذا الرقم راح تلقاه. فلتر عملاق على التيربو عشان يدخل هواء نظيف. سعة الماكينة 1.6، لكن هو مكبر التيربو، فالسيارة عليها 400 حصان على الكرنك مو على الكفر، بس على وزنها الريشة اكيد بتكون طيارة. ما في اي تعديلات خارجية مسويها، لكن مهتم بالرشة ما شاء الله. فسيفيك تيربو قرا عادي يعني ما شاء الله، تسارع اكيد بيكون. شركة جميلة راعي السيفيك، يعطيك العافية. لو أوصيك اشخط الهلكات. الستب اللي بعده من السيارة اللي بعدها من كريم الزيات من الرياض، جينيسيس كوب 2012. وهذا الجينيسيس ما شاء الله زي ما انتم شايفين لونها جميل، كاتب لي انها مجلدة بالكامل لون اسمنتي، بس لونها الاساسي هو اسود، فهذا اللي شايفينه تجليد. وانا صراحة لو ما كتب لي تجليد كان ما دريت، لانه كأنه رشة السيارة يا اخي، مضبط ما شاء الله. معدل برضو الزوايد، حاط لحية امامية ولحية جانبية وجناح خلفي بلون الكربون فايبر. بالنسبة للتعديلات الداخلية، السيارة شبه ستوك كاتب لي، لكن كتباك فوكس يايات ايباخ والبرمجة باكات على خفيف كذا، فهو ما هو حاب يخش في العميق في الهورس باور مدري، بس شكل ومنظر وباكات. رشة الجلوط السوداء والكليبرات الصفر والتظليل الكتم، يعني جاي كله كذا على بعض حلو مع اللون الاسمنتي. في سيارات انفعل الاسمنتي، في سيارات احسه خالص صح؟ اكتبوا لي رايكم. هذه من السيارات اللي يجي عليها حلو لانها كوبية صغيرة كذا. طبعا راعي الجينيسيس يحب درفت، فتفضل. طبعا ما انصح انك ترفت يا عزيزي راعي الجنس، الله يهدي الله، لكن يا اخي ايش تسوي؟ انا عارف شارع بعيد وفاضي، لكن برضو لا تسوي، روح الحلبة. او ما في حلبة صح، خلاص ارجع الشارع في مكان فاضي، اني عيد الاسطوانة ذي تسوي حلبات. يعطيك العافية. نروح للسيارة اللي بعدها من حمام فلسطين، وهذه السيارة وكاتب لي اسمها سيت ليون FR، اتوقع انه الشركة هذه فرنسية، ما ادري، هذه الشركة اول مرة اسمع بها، اول مرة اشوف شعارها اصلا. السيارة غريبة، معدلها يا واد من والى. خلونا نبدأ بالتعديلات الداخلية على الماكينة. اول شيء الماكينة 1.8 تيربو، الستوك تنزل 180 حصان، لكن هو معدلها ستيج 2 وكاتب انها تقريبا تسك 320 حصان، فالاحسن تقريبا تدبلت. الجير نوع دي اس جي 7 غيارات، ما ادري اذا هذا ستوك هو معدله بس كاتبه. الجنوط 18 انش والاكزوز ريموت 4 فتحات داون بايب وماسوره 2.5 انش. هذا التسارع بعد التعديل اللي سواه. يعطيك العافية عزيزي. نروح للسيارة اللي بعدها، التعديل اللي بعده من عبد الكريم كروم من الرياض، وهذه سيارة المرفوع المحترم. ما شاء الله الكابرس يا الله يا اخوان، هذا الموديل طرب، الكابرس 2012 على فل هوائيات. انا عارف انها ما هي فل هوائيات، في كام جي تي 11 قد كلمتني في السناب في الخاص، فاي نعم فضحتك قدام الناس يا شباب، لا حد يدوس معه. لا امزح يا جماعة، محترم الاخ ذا وما شاء الله سيارته كويسة. طبعا فلتر في سي ام، الهيدرز كوكس 178 3 انش، كتباك اكس فورس 3 انش، الكبوت تخفيف، القفار نفس اللي انا مركبه، يعني شيء محترم. السيارة بشكل عام هو يبغاها للاستخدام اليومي، وما يبي يعدمها بكام ومدري ايه وغاز وخرابيط، لا يا حبيبي، فل هوايات بس متعة وراحة وسفر وما في قرف، عادي حتى لو ركب كام تقدر تسوي، بس قصد انه يعني ما تجهد السيارة، ما تستهلكها، الهوايات دائما شيء بسيط وحلو زي ما انت شايفين، معتني في البدي ما شاء الله، وهذا احلى برناوت يا حبيبي.
وهذا صوت الاكس فورس مع الكوكس. عندك هنا تسارع بسيط اللي هي الفل هوائيات. كلاف اخوي كرام راح للسياره اللي بعدها من عبد الرحمن الاي كي برضه من الرياض الملقب بالايران المخلاق المحترم الحنط. طبعا السياره موستنج جي تي 2016 ما شاء الله هذا قدامكم. السياره هذا ارجل موستنج في الرياض. اذا انت رجال انزل. اذا انت رجال قول. البدي ما شاء الله مهتم فيه. السياره التعديلات اللي عليها ما هو معدل على الماكينه اي شيء، لكن بس مسوي تفريغ وكتباك وبرمجه. بالنسبه للتفريغ تفصيل الكتباك مواصير دبل اكس كورس، ما انا فاهم عليك دبل اكس كورس. المهم الدبات اكس فورس 3 انش وهذا الصوت والطرب اسمع. صراع ما شاء الله جميل للحنطور الحلو. يعطيك العافية يا إيردحهم ونروح للسيارة. أو خلاص إحنا خلصنا صح، 5 مشاركات يا جماعة، بس في مشاركة سادسة هنا لأنه يعني هو للأسف ما شارك بكل التفاصيل، فأنا خليته يعني للأخير عشان مشاركة شوي ناقصة في الصور وكذا. الاسم لورانسيان ومن البحرين، وهذه السيارة طبعا السيارة هوندا S2000 موديل 2002 كاتب لي وارد امريكا. السيارة لسه يعني اتوقع انه ما عدلها كاتب لي او شيء زي كذا، بس ما شاء الله منظرها جدا جميل، اللون جدا جميل الاصفر، الجنوط حلوة، الهوبات كيك. سيارة نادرة هذه، تحفة فنية. طبعا شوفوا هنا رن بسيط كذا على دريفت خفيف. نعم هذه مشاركة كذا على السريع لأنه ما رسل معلومات ولا صور كثير. طوت الأفضل واحد من الخمسة اللي فاتوا. يعطيكم العافية، شكرا لكم، نشوفكم الأسبوع الجاي. ولا تنسوا توثقوا الصورة، يعني هذول كلها موثق، عشان كذا حطيت اللي يرسل مشاركته بدون ما يوثق ما راح أحطه، لأنه ما ندري هذا سيارتك ولا لا. لازم تشوف المقطع اللي في الديسكريبشن إذا بتشارك، مقطع دقيقتين ما راح يأخذ من وقتك وراح يقول لك كل شيء. يعطيكم العافية، السلام عليكم.